يكون المصريين وعوا درس الانتحار ده، بغض النظر عن الهبل اللي قاله مصطفى وضابط الجيش وغيره ان الانتحار بيفعله الاخوان عشان ياخدوا اللقطة. لا يا جماعة، الحياة غالية، الحياة غالية، ربنا هيسألك عليها، واذا كنت مصمم انك تهدرها ما تهدرهاش يا اخي، انزل على الاقل غير وقعك عشان تيجي كده قدام ربنا يوم القيامة وتقول له يا رب حاولت ما استطعت.